وكلمة مرحبا وردت في السنة كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام لعكرمة بن أبي جهل: مرحبا بالراكب المهاجر. وقال لأم هاني أخت علي بن أبي طالب: مرحبا بأم هاني. وقال لوفدي عبد القيس: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قال في الأول: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وهو صلى الله عليه وسلم رحب به إخوانه النبيون لما أسري به وعرج به عليه الصلاة والسلام قائلين: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وبعضهم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. والمقصود كلمة مرحبا كان يقولها وقيلت له، كان يقولها وقيلت له، ومعناها: وجدت مكانا رحبا. والعرب تقول تاريخيا إن أول من قالها سيف بن ذي يزن، وسيف بن ذي يزن استعاد حكم العرب من حمير في اليمن، ثم ذهبت إليه وفود العرب تهنئه، فكان من الوفد الذين حضروا إليه وفد قريش، تقدمهم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه سيف بن ذي يزن قال: مرحبا وأهلا ومستناخا سهلا. قالوا إن أول العرب الذين قالوا مرحبا، هذا قول المؤرخين والعلم عند الله إن كان صوابا أو لا، أول من قالها سيف بن ذي يزن، وسيف مشهور بأمور عدة، لكنه هو أعاد ملك العرب في اليمن. قال أبو البقاء الرندي: وهذه الدنيا لا، وهذه الدار لا تبقي على أحد، من سره زمن ساءته أزمان، وينتظي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن. والغمد همدان، فهمدان حصن في اليمن، وسيف ابن ذي يزن القائد المعروف، فقالوا إنه هو أول من قال هذا. أمة الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.